كابتن هاني، الف مبروك، فوز غالي النادي الاهلي. الحمد طالبت لله. بعض الحاجات تتعمل الشوط الثاني، في حاجات اتعملت فينا، حاجات اتعملت فعلا. صحيح، كنا بنتكلم الشوط الاولاني ليه النادي الاهلي ظهر بالشكل ده على الشكل التكتيكي، ما كانش فيه غير، قلت على ثلاث حاجات الحقيقه، ان احنا ما كناش بنبني من تحت بشكل كويس، علشان ما حدش او ستة او كريم نيدفيت ما كانش بينزل ما بين السردباكين. شفناها الشوط الثاني، مع بدايه الشوط الثاني بدا كريم يستلم وشه للملعب وبدا فيه نخرج بالكوره بشكل افضل، ده كان جزء مهم جدا. الجزء الثاني عمليه عدم تنظيم وسط الملعب كان في الشوط الاولاني، قلنا ان عمرو السوليه كان مش باين شكله دفاعي وشكله هجومي، نتيجه انه بيتحرك شويه ناحيه امام عاشور. الشوط الثاني الشكل اتعادل بشكل كبير جدا، كان واضح جدا حتى بعد خروج كريم نيدفيت ودخول اكرم كان في شكل واضح في نص الملعب. الجزء الثالث اللي كنا بنتكلم عليه عمليه الخط الامامي، الخط الامامي الحقيقه كمان مع نزول رضا سليم، مع كمان جزء مهم جدا في اللي بتكلم عليه واللي اتكلم عليه كابتن اسامه، ان بقى في شراسه في الاداء. صح، ده ما كانتش موجوده الشوط الاولاني. الشراسه في الاداء مش معنى الخشونه، الشراسه انك بتتدخل بقوه وبتكسب الثنائيات، وده شيء مهم جدا انك تكسب في الملعب الثنائيات بشكل كبير، ويتحاول بقدر الامكان يكون في زياده عدديه في داخل ال 18. ظهر ده في الجول، كان حسين الشحات كان جوه، كان مودست كان جوه، تمريره عمرو السوليه كانت ان تايم في وقت ممتاز جدا. فالحقيقه كل تقريبا في بعض السلبيات اللي كانت لسه موجوده، يعني لسه كنا بنتكلم على ان الملعب تحس انه مفتوح، مساحات كبيره في وسط الملعب قلت شويه، ولكن ما زالت كان بعض المساحات موجوده في نص الملعب لكن اقل كتير جدا من الشوط الاولاني. الجزء المهم كمان اللي عايز اتكلم عليه ان الاصرار على انك تحس ان النادي الاهلي الشوط الاولاني ما دخلش الجيم، يعني تحس ان لا ما دخلناش لسه الاجواء. فالحمد لله ان احنا الحمد لله طلعنا 0-0 الشوط الاولاني، لان صحيح كان عندهم فرص كبيره. الشوط الثاني اعتقد احنا يعني كان في اصرار على المكسب بنسبه نجاح، اقدر اقول 80%. صحيح، قدرت توظف كمان الشكل الجديد للتغييرات اللي نزلت، عملت الحقيقه شكل مميز. وابتدى يبقى لك وجود في نص الملعب، وجودك في تنظيم في نص الملعب كان كويس، كان وجودك كويس في نص الملعب. حسين الشحات عامل مجهود كبير جدا الحقيقه. صحيح، نتكلم كمان على لو اتكلمنا على الشكل الهجومي تحسن الى حد ما، مش بشكل كبير. صحيح، في الشوط الثاني ما زال لغايه دلوقتي نتكلم الحقيقه فريق ميدياما فريق متواضع يعني، لكن كمان كان لسه في بعض الاخطاء الدفاعيه في الشوط الثاني، يعني كان في بعض الفرص الحقيقه ما ينفعش تحصل في النادي الاهلي. مصطفى شوبير كالعاده ثابت وعنده بزمان. عنده ثقه في نفسه، البوزيشن بتاعه كويس جدا، الرياكشن بتاعه هايل، لكن في النهايه بنقول طبعا كان مهم جدا الفوز النهارده، وخاصه انت عندك لسه الجوله الاخيره هنا ان شاء الله في القاهره امام افريكا يانج افريكانز، وبالتالي عندك ان شاء الله باذن الله احنا باذن الله السيناريوهات كلها كمان شويه. لكن الشوط الثاني شكل الحقيقه مختلف، شكل مختلف واداء. صحيح، مختلف، ويعني التغييرات كمان كان ليها دور كبير جدا. صحيح.